السلام عليكم مجددا. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق اللي درنا على سيدي عبد العزيز والخنيشات، قلنا غنديروا واحد الجوله في جرف الملح. اذا غنحاولوا نبداو الجوله ديالنا من هنا، من هاد ستاسيون وينكسو، ومن حدا هاد المركز ديال الفحص التقني، وعلقوا هنا المدار ديال ملتقى الطرق اللي الطريق كدي نزالة بني عمار، فاس، مكناس، سيدي قاسم، زكوطة. عندنا هنا قيف، والطريق نيشان اللي كدي لقرية با محمد، وحنا عندنا الغراض بجرف الملح. إذا نحاولوا ندورو على اليسر. جرف الملح هي بلدية تابعة لإقليم سيدي قاسم، جهة الرباط سالة القنيطرة. بلدية جرف الملح اللي كتبعد عن سيدي قاسم العمالة حوالي 49 كيلومتر. وبالقرب من بلدية جرف الملح كاين جماعة أخرى قروية اللي هي جماعة المرابيح. بلدية جرف الملح حداها بالقرب منها ثلاثة ديال الجماعات القروية، كاين جماعة المرابيح، كاين جماعة عين تفالي، وكاين جماعة توغيلت. هادو جماعات قروية قراب لجرف الملح. إذن هنا كاين الدرك، نحبسوا الفيديو. فتنا رجال الدرك الملكي مشكورين. هنا واد ورغة. دابا دخلنا مباشرة في التراب ديال جماعة ديال بلدية جرف الملح. من بعد ما كنا في التراب ديال جماعة المرابيح، لان المرابيح جات يعني مقسمه على جوج ديال الاجزاء، كاين الجهه اللي من البلديه لهيه ديال جرف الملح في طريق عين دريج، وكاين هذه الجهه هذه فهي تابعه للمرابيح. وحنا دابا الان في التراب ديال بلديه جرف الملح. سبق لنا اننا درنا واحد الجولة هنا على بلدية جرف الملح، ولكن هذه مدة طويلة، وربما في أيام ديال كورونا ما درنا شي جولة. وهذا الشيء علاش إن شاء الله اليوم، بحكم أن عندي واحد الغرض هنا إداري في بلدية جرف الملح، وقلت نغتنم الفرصة وفي نفس الوقت أنني ندير واحد الجولة ونعرف هاد البلدية اللي تابعة الإقليم سيدي قاسم. بالنسبة لبلدية جرف الملح يمكن أننا نصنفها ثاني بلدية في إقليم سيدي قاسم. أكبر ثاني بلدية في إقليم سيدي قاسم هي جرف الملح، لأن الإقليم فيه خمسة ديال البلديات أو خمسة ديال الجماعات الحضارية، وما تبقى كلهم جماعات قروية. يعني 29 جماعة كاين في الإقليم، خمسة حضارية بما فيهم سيدي قاسم، جرف الملح،
حد كورت مشرع بالقصيري دار القداري، هادو جماعات حضاريه، ما تبقى كلهم جماعات قرويه. قررت انني الدخله ديال الجرف انني نبداها من الرومبوان او من جيت البومبات ديال 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 المازوط باش تكون الصوره واضحه. كاين الناس اللي كيكونوا جايين مثلا من هذا الاتجاه هذا ما غنيسولوا على الجرف. على فكره هاد الجوالات اللي كنديروا حنا الان راه ما كنديروهمش غير هكاك عبثا، ولكن راه كاين المتتبعين اللي متبعين الصفحه سواء في الفيسبوك او في اليوتيوب اللي كتحمل نفس السميه. شحال من موظف كيلتحق جديد مثلا، غيلتحق مثلا لجوف الملح، سواء موظف في قطاعات ديال الدوله، سواء في التعليم، سواء في الامن، سواء في الدرك الملكي، سواء في الادارات العموميه، كيتعين مثلا لجرف الملح. ملي كيجيه التعيين مثلا في جرف الملح، اول حاجه كيدير خصو يعرف جرف الملح فين جات اوتوماتيك. ملي يدير جرف الملح في جوجل غيطلع له هذا الفيديو هذا اللي غنحطو على مدينه جرف الملح، وهكذا غتكون عنده واحد الصوره بعدا ديال 50% غيعرف المنطقه اللي غيتعين فيها والمنطقه اللي غيخدم فيها. هادشي علاش كنديروا حنا هاد الفيديوهات وهاد الجوالات، وكنعرفوا بالمنطقه شنو فيها، الطريق ديالها كي دايره، شحال كتبعد على السونط، على العماله، شحال كتبعد على هادي، شحال بزاف ديال الامور كنوضحوها اللي كيستافدوا منها المتتبعين وكيستافدوا منها الاخرين. على ذكر دابا حنا الان في جرف الملح، جرف الملح فيها الامن الوطني، فيها الامن الوطني يعني بلديه، وكاين بلديات ما فيهمش الامن الوطني، بحال دابا بلديه حد كورت ما فيهاش الامن الوطني، فيها الدرك الملكي. دوزو على هذا الشارع، بلديه دار القداري كذلك فيها الدرك الملكي، ما فيهاش الامن. ثلاثه ديال الجماعات الحضاريه اللي كاين في اقليم هما اللي فيهم الامن الوطني، كاين جرف الملحه، سيدي قاسم، مشرع بالقصيري، هادو فيهم الامن الوطني وفيهم الدرك المقر ديال الدرك الملكي في السوندر، وخلاص كاين القوات المساعده، الوقايه المدنيه، السلطه المحليه بما فيهم الباشا ديال باشا ديال المدينه. جرف الملح فيها محطه ديال الطاكسيات اللي كديك لجميع الاتجاهات، وزان، سيدي قاسم، قنيطره، كناس، فاس، حد كورت، محطه ديال الطاكسيات كبيره هنا. كاين كذلك فيها محطه ديال الكيران ديال الحافلات، تجي هنا للجرف، بغيتي تمشي للشمال، بغيتي تمشي للجنوب، فيما بغيتي تمشي كاين الحافله، كاين المحطه ديال الحافلات. فيها المؤسسات ديال الدولة بما فيها مؤسسات تعليمية والقطاعات الأخرى. هاد الموظفون اللي كيجيو لهاد المؤسسات ديال الدولة هنا يشتغلوا، راه أول حاجة قلت لكم ملي كيبغيو يجيو للمدينة ولا دوار ولا جامعة، أول حاجة كيدير كيمشي للتليفون كيقلب على المنطقة اللي تعين فيها او اللي باغي يخدم فيها او اللي غيخدم فيها، كيطلع له الا كان محطوط عليها شي فيديو راه كيطلع له الفيديو مباشره. كان كاتب عليها شي واحد كيطلع له داك المقال اللي مكتوب على هذيك المدينه. بحال دابا انا ندير عليها فيديو جرف الملح، ندير عليها فيديو راه تمشي غير محرك البحث غدير جرف الملح غيطلع لك هذا الفيديو اللي درنا، لا ما دير السميه، سميه القناه ولا
ولا مول القناه ولا الكوتش قاص بن عائشه بلا ما ديرها، كدير غير جرف الملحه كيطلع لك اوتوماتيك هذا الفيديو اللي درنا. هنا كاين المقر ديال بلديه جرف الملح، هذا مقر. وهذا حتى البشوية كاينة بالقرب من مقر ديال المجلس. جرف الملحة يا إخواني باش تعرفوا فيها مستشفى متعدد التخصصات، وهذا في حد ذاته أفونتاج لهذه البلدية صراحة. مزيان بلدية جرف الملحة يكون فيها مستشفى بهذه المواصفات اللي غنشوفو حنا ندوزو عليه، يكون فيه عدة تخصصات رغم الإكراه اللي كاين. حنا عارف الإكراه اللي كاين ديال الأطباء وديال الممرضين وديال هذه، ولكن على العموم كاين بعض السبيطار اللي صراحه اللي كان كلشي كيمشي لسيدي قاسم، دابا ولاو هاد النواحي هنا اللي القراب ديال الجرف والنواحي ديال عين فالي ولاو كيجيو الجرف الملح بحكم ان كاين المصلحه ديال المستعجلات هنا في جرف الملح. هاد المستشفى ديال التخصصات. ونقدو نقولوا ان هاد المستشفى اللي كاين هنا في جرف الملح اكبر مستشفى كاين في الاقليم، وربما اكبر حتى من المستشفى الاقليمي اللي كاين في سيدي قاسم حتى على مستوى البنايه. البنايه اللي دارت هنا واحد المواصفات عالية، وصفات عالية صراحة. هنا نشوفوه معنا، تشوفوه معنا دابا ومن بعد، لأن دابا جوج عمس باش ميتسدش البلدية خصني نمشي نقضي الغرض الإداري اللي جيت عليه، ولكن قبل ما نمشي تما نحاول على الأقل ناخذ فكرة على هذا المستشفى. هاد الطريق هي اللي كدير الجماعة ديال المرابيح وكدير عند الريج في نفس الوقت سد الوحدة، كدير سد الوحدة ومن هاد الطريق داز المغفور له الحسن الثاني نهار اللي بغى يدشن سد الوحدة، داز من هاد الطريق هذا. هنا يبان لكم المستشفى، وهذا كبير تبارك الله. وهذا المستشفى هو كيبان لكم، ما ندخلوش لداخل لان خصنا شويه ديال الوقت. المهم وهذا مستشفى القرب جرف الملح. وصراحة هذا راه خصو يكون المستشفى الإقليمي لأنه كبير تبارك الله، ما خصوش يبقى هذا المستشفى القرب. جرف تبارك الله كبرات ونقية، جرف بلدية تبارك الله نقية. هذه الملحقة الإدارية الأولى هنا،
كتلاحظوا معايا اخواني الجزر تبارك الله كبيره على بالقصيري، كبيره ربما كبيره على اللي ما كنظنش تكون كبيره على سيدي قاسم. المهم الجرف اكبر من مشرع بالقصيري، وحتى من حيث الرواج يعني مروجه صراحه، الجرف الملحه مروجه قريه بالقصيري. جات تبارك الله في واحد الموقع استراتيجي مهم بالنسبه للقصيري، لان فيها حتى هي ظاهره بها الضيعه الفلاحيه، وجا حدا واد سبو، وجات في ديك الطريق الوطنيه، جات موقع مزيان مشرع بالقصير. خصغي شويه ديال العنايه ان شاء الله تكون احسن مدينه في اقليم سيدي قاسم، هو هذا ما نتمناه ان شاء الله. بالفعل المجهودات ديال المسؤولين الغيورين على الشان المحلي وبالتعاون مع المجتمع المدني، لان المجتمع المدني حتى هو اصبح شريك في تنميه المدن والقرى، لولا المجتمع المدني ما يكونش الفاعل السياسي. الفاعل السياسي كيخرج من الفاعل الجمعوي، وكنلاحظوا ان اي فاعل جمعوي وبشا توجه الميدان السياسي والا كيكون ناجح، كيكون ناجح في العمل ديالو. علاش؟ لانه بهذه العباره هذه كيكون تحربا في العمل الجمعوي. هنا مختبر ديال التحليل الطبيه كاين كذلك هنا في الجرف، يعني كاين تبارك الله المختبر كاين، المستشفى تبارك الله كنشندها بمواصفات عاليه تبارك الله. يعني الانسان هنا في الجرف ما يحتاجش انه يدي بلاصه سيدي قاسم ولا يمشي شي مدينه اخرى، كاين كلش هنا. التخصصات اطباء يعني ديال الطب العام كاين هنا، وربما حتى الاختصاص كاين هنا في جرف الملح. هنا المحطة ديال الطاكسيات اللي قلت لكم هي هذه، وأون فاس مع المحطة ديال الطاكسيات كاين محطة الحافلات، هي هذه الدخلة ديالها، راه الباب كيبان لكم، هذيك محطة ديال الكيران. هنا الشارع ديال مولي الديسير، مولي الخبز. هنا المحطة ديال الطاكسيات اللي كتب ديال طروال، فاس، مكناس، هنا، والمحطة الأخرى ديال اللي كتب ديال حد كورات، عين فالي، وزان، مشرع بالقصير. اذا كان هذا فيديو عن جرف الملحه، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما ذكرناش المؤسسات التعليميه اللي كاين هنا، ولكن كاين تبارك الله الخير، لا بالنسبه للثانوي ولا الاعدادي، كاين تبارك الله هنا ربما كاين ثلاثه ديال المؤسسات الثانويه ديال التعليم الثانوي، وكاين جوج ربما اعدادي، والمؤسسات الابتدائيه على ما اظن كاين شي ربعه ديال المؤسسات الابتدائيه اللي تابعين لبلديه جرف الملح. اذا غنكتفيو بهذا الفيديو هذا، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وخذيتوا فكره عن بلديه جرف الملح. اذا تبارك الله عليكم، ومع السلامه في انتظار فيديو اخر ان شاء الله عن جماعة عين دفالي. تحياتي لكم.